الرجاء البيضاوي لقاء بطبيعه الحال يجرى برسم الدور 32 ما بين الرجاء وشباب اطلس حنيفره. وبالتالي هذا اللقاء غادي تكون رغبه كبيره لفريق الرجاء البيضاوي لمواصله المسار الموفق. اقول البدايه القويه لا في البدايه القويه لا في البطوله الوطنيه ولا كذلك في الاتحاد الافريقي في منافسات الاتحاد الافريقي. اذا بطبيعه الحال غادي نعطيكم التشكيله ونبتدئ بالفريق الضيف كالعاده. انس زنيتي، بقيه لاعبين مطيب عمر بنو البدر، شاكر عبد الرحيم، ابراهيم ياسي، ياجور، محسن بن حليب، محمود حفيظ، عبد الاله رحيمي، سفيان مابيدي، و الحداد. اذا هذه التشكيله الاساسيه قديم ولكن اصبح اليوم جاي وساري مفعول هو انه في مباراه واحده فاصله. ولكن اقول مره اخرى نتيجه الامر عبد الحفيظ رجاء البيضاوي وكان انا ذلك كان يشرف على فريق عبد الاله. تعود الان للاعبي فريق شباب اطلس حنيفره، محاوله التوغل كانت محاوله تمرير ولكن ما كانتش تمريره صحيحه من المباراه هو اللي غادي نعرفوا. ولكن مباراه كاس العرش تختلف عن باقي المباريات. نتابعوا الان هذه هجمه لفريق شباب اطلس حنيفره كيزداد وغادي اعتقد كنتمناو يكون حاضر الجمهور ديال فريق شباب اطلس حنيفره من خط وسط الميدان، لان كنشاهد بانه كاين هناك تركيز كبير على خط وسط الميدان. عمر بوطيب الحافظي، حافظي كيبحث عن توغل، تعود الان لمابيدي، مابيدي يسدد. هذه كانت محاوله يمكن تشكل دفاع وخط وسط الميدان بشكل قوي. كما قلت كانت غتكون ثغره انه الفريق لن يسير ولكن بدون مكسب، ولكن تم تجديد ثقه او عوده المكتب المسير الذي قدم الاستقاله باكملها ولم يضع اي احد ترشيح. نتابعوا الان هذه محاوله خطيره، محاوله خطيره ولكن التسديده كانت ضعيفه. اوي 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 دائما نتابع اخرج لحظات لفريق شباب اطلس حنيفره ليسترجع التوازن على مستوى خط وسط الميدان. زهير سنتابع. البيضاوي حراسه شديده على لاعب محسن ياجور، كترفع كره كادت عابر بحنيفره، دايرين جدار دفاعي على مستوى خط وسط الميدان. كرة عالية في اتجاه محسن ياجور ولكن تطبيق كيمارسو لاعبين ديال فريق شباب اطلس حنيفره على حامل الكرة. شاكر عبد الرحيم كيتوغل، ممتاز ممتاز شاكر عبد الرحيم. هذا هو غنتابعوا ركنية كل لاعبين ديال فريق شباب اطلس حنيفره باستثناء لاعب واحد، كذلك حضور كبير لاعبي فريق الرجاء بدر بنون حافظي. إذا سنتابع ركنية لصالح فريق الرجاء البيضاوي. كانت ترفع الكرة والضربة الرأسية ديال بدر بنون كادت أن تشكل تقييد. بدر بنون هو اللي كان وراء الضربة الرأسية بالفعل. بدر بنون ضربة رأسية ما مشاتش بعيد. الحافظي الآن شنو غادي يعمل؟ ولكن كيبقى أمامه لاعب الفريق شباب اطلس حنيفره. تسلل في اتجاه الحافظي لبوطيب، غادي يبحث عن التسديد يسدد. تعطمات بياج اسم اعتقد ثلاث مواسم مع فريق شباب اطلس حنيفره. خطيره هذه المحاوله خطيره ولكن الخروج كان موفق. لان في وسط الميدان لمابيدي، صعود شاكير. مشاهدي الكرام قراءتي التقني سنتابع. شاكر عبد الرحيم قلت كيرفع الكرة، محاولة خطيرة جدا، هذه أبرز محاولة في خط وسط الميدان دائما لصالح فريق شباب اطلس حنيفره. كانت محاوله التمرير ولكن فقط لشباب اطلس حنيفره يخنق الرجاء على مستوى خط وسط الميدان وكذلك الخط الامامي. اذا
خلال أثناء الحكم السيد اليعقوبي يوني هذه الجولة الأولى. غادي تقول وسط الميدان والإبعاد تغاوي وإلياس الحداد فقط لأنس سنيتي. يا ميسي لمابيدي، مابيدي يبحث ولكن دائما حرص على الثقة. يا ميسي الآن في خط وسط الميدان مع رحمي يسدد ولكن بن حليم الحافظي مابيدي ولكن تسديدة بطبيعة الحال. إذن سنتابع ضربة خطأ لصالح فريق الرجاء الميداني خطيرة جدا. لحظات كذلك غادي يكون تغيير اعتقد بالرجاء لاعب حبوري عثمان يستعدني الدخول وتعود الان في خط وسط الميدان. كرة عالية خطيرة كانت خطيرة المحاولة. إذا سنتابع مرة أخرى. رحيمي يسدد. الآن بدا فريق الرجاء البيضاوي. شباب تسخن في رابطوس كاين الرياح كاين الأمطار. الكرة الثابتة كيتغير الاتجاه ديالها صعيبة ولكن مصطفى هذيك كيف ما كان جاهز للحق. كرة أمامية بن حليب. بن حليب كيرفع الكرة في اتجاه ياجور. زكريا حدراف كيتسنى التمريرة ولكن كانت تمريرة بعيدة. الحافظي تمويه. البحث عن زيد مطيب خطيرة جدا. هذه أخطر محاولة الآلة الهجومية الرجوية. وسنتابع الآن ركنية. عبد الرحيم شاكر كيرفع الكرة. خروج الحارس مصطفى العيادي ما كانش خروج موفق. دائما الضغط مستمر. حدراف قام بثورة في خط وسط الميدان. محاولة الإبعاد غتحاول الآن لهجوم مضاد. عبد الرحيم شاكير كيرفع كرة خطيرة. مشاهدينا الكرام بن حليب هي كرة بالرأس ولكن خطأ. بن حليب خطيرة جدا. حابورية الإبعاد خطيرة جدا والهدف. هدف بطريقة رائعة. هدف بطريقة رائعة الحافظي بطريقة اللاعبين الكبار يسدد بطريقة رائعة الحافظي يسجل هدف يمكن نقول من معاناة حقيقية لأنه فريق الرجاء البيضاوي مباراة كانت صعبة. جدار دفاعي ما كانتش فرص كثيرة. يمكن نقول هذه أول كرة كتوصل بها الحافظي في منطقة عمليات شباب أطلس خنيفرة وبطريقة اللاعبين الكبار. لا يحتاج مني التأكيد الحافظي ممتاز في التصويب في الشباك الخلفية للشباك وكانت الشباك خطيرة. المحاولة خطيرة جدا. هذه وجها لوجه رغم انه خارج مربع العمليات. نشاهدوا التمريره كانت ممتازه. خروج محسن ياجور. اذا شعبان يستعد بالفعل. الحمزه ويبحث عن تسديد. لاعب ممتاز من ناحيه كرة عالية خطيرة وتدخل به صلاح. يوسف زهير ما كاينش تسلل. المحاولة والقائم يصد تسديد الفريق شباب الصفيفرة خطيرة جدا ولكن الحكم رفع راية. إذا سنتابع الإعادة. هذه كانت محاولة خطيرة. نشاهد يوسف زهير سدد وارتطمت بالعارضة.
ارتطمت بالعارضة. اعتقد بان ترفع الكرة خطيرة جدا. هذه المحاولة خطيرة جدا. هذه المحاولة يونس اليوسفي خطأ. وزكريا حدراف محاولة حقيقية تسجيل ولكن يضيع. يضيع زكريا حدراف هذه المحاولة. خطأين مزدوجين. ما كاينش خطأ كيقول الحكم. يوسف زوير كيرفع كرة صعيبة صعيبة. هذه المحاولة ولكن تعطل لاعب فريق شباط الاسخريفرا. ولكن تسديد الحمزاوي الان يمرر. ولكن الحابوري اتمان يونس رحيمي كيتحول الدفاع. كرة عالية كترفع. شاكير غتحول الان لتماس. اعتقد انه غادي يكون اخر تماس. الحمزاوي الياس الحداد الحكم كيشوف وينهي هذا المباراة. فوز للرجاء وتأهل للدور القادم. فوز لم يكن سهل لأنه فريق شباب أطلس خليفرة قام بتكوين جدار دفاعي، لكن التجربة تجربة اللاعب الحفيظي أعطت الرجاء التأهل. إذا المباراة